السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يشد الرحلة والسفر لأجل زيارة قبر قريبه؟ لا، ما يسافر لأجل زيارة القبر لا قريبه ولا غيره، حتى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوز شد الرحلة ولا بس أبا زور الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأجل الصلاة فيها. نعم.